زوجتي الحبيبة سمية، آسف إني تأخرت عليكي في الكتابة طوال الفترة السابقة، لكن ظروفي كانت مضطربة جدا، وعندما خمسة دقيقة انت امشي من هنا، ما تشوف انت تاني. اذا انت تجي هنا باي مكان بالميناء انت رجل ميت ميت. عزيزتي سمية، لقد تركت عملي السابق رغم نجاحي الشديد فيه، وأنا الآن أبحث عن عمل آخر يليق بي وبمستواي العلمي والفكري، وعندما أستقر هي دي الشغلانه اللي بتجيب فلوس كتير قوي يا نبيل، ولا انت عاجبك بقى الاكل من الزباله والنوم في الشوارع والبهدله اللي انت متبهدلها مع الاولاد المشردين دول؟ لا حبيبي انت لسه عبارة، ولو انت مش قد الشغلانه دي ابعد عنها خالص، اعتذر عنها وسيبها، انت لسه على بره. اسيبها واروح فين؟ سامي عماله تعلى وتطلع لفوق، وانا ايه؟ ولا حاجه، مفيش قدامي غير الزباله والمشردين او الشغلانه.